هو منتوج لأنامل الشابة، عرض بمتحف كوتاما بمناسبة الصالون المحلي للنشاطات المصغرة. شباب بطموح كبير كانت بدايتهم قرض مصغر. معرض بعنوان القرض المصغر طريق نحو الرقي بالمنتوج الوطني، وهو طبعة ثانية كشفت عن حرفيين عصاميين بالولاية يؤمنون بما يفعلون. عندي مواهب يعني بزاف، نحب الفخار، ودخلت مهنة في هذا تاع جريد النخل، هذا نجيبوه مع مدعم المساعدة معاه، ومنطون حابة نزيد ندير في الكوير. من الجلود إلى القماش وجريد النخل والعسل، عنوان واحد، إرادة لا تقهر حين يكون خلفها شباب. خمسة عشر ملفا مولته الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالولاية منذ 2005، وهو ما وفر أكثر من 16 ألف منصب شغل، فيما تأمل الوكالة أن يتضاعف العدد في الخمس سنوات المقبلة.